أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله سوف نحل تمارين على العلاقة والدالة. تكلمنا عن العلاقة وعرفنا بأنها حاصل ضرب ديكارتي زائد شرط الدالة، أيضا عرفنا بأنها حاصل ضرب ديكارتي زائد شرط. ولتسهيل معنى الدالة، لو تصورنا أن المجموعة الأولى سين هي مجموعة الأبناء، والمجموعة الثانية صاد هي مجموعة الأمهات، فإنه لابد لكل ابن أم وأم واحدة فقط، فإذا وجدنا ابن ليست له أم فلا يجب أن تكون دالة، وإذا وجدنا ابن له أكثر من أم إذن هي ليست دالة. يعني العنصر واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، سين، ألف، باء، واحد، اثنين، خمسة، ألف، باء، جيم. بنلاحظ لو دي أبناء ودي أمهات، هنا الابن ده لم يظهر كمسقط أول أو ملهوش أم، فبالتالي دي ليست دالة. أيضا هذا الابن ظهر له أمين، دي ليست دالة. يبقى إذن لابد أن جميع الأبناء تظهر لها أمهات، وكل ابن كل أم ابن له أم واحدة، ولكن يوجد قد يوجد أم لها أكثر من ابن. على سبيل المثال نأخذ مسألة رقم 23 صفحة 43 بتقول إذا كانت سين بتساوي واحد واثنين وثلاثة وستة وحداشر، وكانت عين علاقة على سين حيث ألف عين باء، تعني أن ألف زائد اثنين باء عدد فردي بألف عين باء، معناها أن ألف واتنين باء عدد فردي. لكل ألف تنتمي سين باء تنتمي سين، اكتب بين عين، بنجيب العين ونشوف بقى ايه المطلوب فيما بعد. سين اهي، هناخد المسقط الأول اللي هو الألف، المسقط الثاني اللي هو باء، ونشوف هيطبقوا القاعدة ولا لأ. وليكن هناخد واحد وناخد اتنين، واحد واحد أولا، واحد 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 زائد اتنين في واحد بواحد بمجموعهم تلاتة بواحد واحد، تاني كده ألف بواحد باء بواحد، يبقى واحد زائد اتنين في واحد باتنين، واحد تلاتة ده عدد فردي، مجموع الاتنين عدد فردي. و ناخد واحد واتنين، واحد زائد اتنين في اتنين بأربعة، وواحد يبقى ايه خمسة، يبقى واحد واتنين الزوج التالت. ناخد واحد وتلاتة، تلاحظ الاتنين دي هتضرب في أي عدد تديك عدد زوجي، تضيف عليها الواحد هتديك عدد فردي، يبقى إذا الواحد هيمشي مع كل الأرقام دي، يبقى واحد وتلاتة، واحد وستة، وواحد وحداشر. بعد كده
الاتنين هنخلي الألف باتنين، الاتنين هتضرب الاتنين دي في أي عدد من الأعداد دي كلها هتديك عدد زوجي، تضيف عليها الاتنين يبقى زوجي زائد اتنين هيدي زوجي، يبقى الاتنين مش هتمشي مع مش هتنفع مع أي حاجة. تلاتة، تلاتة هتضيفها مع أي عدد زوجي يبقى هتمشي، يبقى التلاتة مع الواحد، تلاتة مع الاتنين، تلاتة مع تلاتة، تلاتة مع ستة، تلاتة مع 11. الستة هيبقى عدد زوجي، تضيفه مع عدد زوجي مش هيديني عدد زوجي مش فردي. 11 فردي مع عدد زوجي هيديك زوج فردي، يبقى 11 مع كل 11 مع واحد، 11 مع اتنين، 11 مع 3، 11 مع 6، 11 مع 11. نقفل القوس. أمثلة بمخاطسة من هل عين دالة ولماذا؟ طبعا هي ليست دالة بسبب إن في عناصر لم تظهر كمسقط أول، وعناصر ظهرت كمسقط أول مرة واحدة. يبقى هذه ليست دالة بسبب ظهور أحد العناصر أكثر من مرة، وبعض العناصر لم تظهر كمسقط أول. نمثلها بمخطط سهمي للسين. السين 1 2 3 6 11، 1 2 3 6 11. طبعا الواحد هيظهر مع كله، الاتنين مش هيظهر، تلاتة هتظهر مع كله، حداشر هيظهر مع كله، ستة مش هتظهر عشان زوجي. نشوف مثال أخرى. جيم 27 صفحة 44. إذا كانت سين بتساوي سالب واحد، سين بتساوي سالب اتنين واتنين خمسة، صاد تساوي تلاتة وسبعة ولام، وكانت عين دالة من سين إلى صاد حيث ألف عين باء، تعني إن باء بتساوي ألف تربيع ناقص واحد، لكل ألف تنتمي لسين وباء تنتمي لصاد أو لقيمة لام. لما يكون دي دالة، وهذه القاعدة دي دالة، القاعدة بتاعتنا ايه؟ طيب يعني جميع عناصر السين تظهر كمسقط أول. طيب السالب اتنين، نجيب البيان كده، عين بتساوي سالب اتنين، عوض عن ألف بسالب اتنين يبقى موجب أربعة، سالب سالب موجب، اتنين في اتنين بأربعة، ناقص واحد بتدي تلاتة، يبقى سالب اتنين مع تلاتة، و الاتنين اتنين في اتنين بأربعة ناقص واحد بتلاتة أيضا، يبقى اتنين وهي تلاتة. الخمسة، خمسة في خمسة سالب اتنين مع تلاتة، الاتنين مع تلاتة لسه الخمسة، خمسة في خمسة 25 ناقص واحد 24، يبقى 5 و24. معنى ذلك إن التلاتة والتلاتة همت، السبعة مظهرتش مش مشكلة، لكن الأربعة وعشرين ظهرت، يبقى اللام هي تساوي 24، يبقى إذا اللام بتساوي 24. مطلوب بعد كده أول قيمة لام، ثم مثل الدالة عين بمخطط سهم.
مخطط سهمي، ادي 3 7 سالب 2 2 و5، بعد كده 3 7 و24 سالب 2 و2 و5 مع 24. ده جميع العناصر المجموعة الأولى ظهرت كمسقط أول مرة واحدة. السؤال اللي بعد كده، سؤال 28، إذا كانت س 0 4 16 ص 0 و2 و4، فبين أي العلاقات الآتية تمثل دالة من س إلى ص؟ عين واحد، حيث ألف عين باء تعني أن ألف بتساوي باء تربيع. شوف كده، ألف هتساوي باء تربيع، هتديك إيه؟ عين واحد نجيبها، ألف ألف وباء، ألف دي بتساوي باء تربيع، يعني هاخد العنصر من المجموعة التانية نربعه يديني ألف، اللي هو الصفر، نربع الصفر ده اهو يديني الصفر ده. ماشي، هناخد عنصر تاني من باء اللي هي 2، ربعها 2 في 2 ب4، يبقى 4 و2، مظبوط. مربع الباء بتساوي ألف، شو بقول ألف تساوي باء تربيع، نعم، يبقى ربع الباء تديني ايه؟ ألف. طب الأربعة، 4 في 4 ب16، يبقى 16 و4، مظبوط. ربع الباء تديك ألف، ربع الباء تديك ألف، تمام كده، تمام كده. يبقى عين واحد اهي. طب عين واحد دي دالة ولا لأ؟ الصفر والأربعة وستاشر ظهروا كمسقط أول مرة واحدة، يبقى عين واحد دالة. شوف عين اتنين، عين اتنين بتقول ايه؟ إن ألف تساوي جذر تربيع الباء، إن قاعدتها ألف تساوي جذر تربيع الباء، يبقى عين اتنين بتساوي ألف، أدي السين وأدي الصاد. ألف اللي هي إيه بقى؟ شوف كده، أنا عايز ألف بتساوي جذر التربيعي لباء، بمعنى ان انا لو ربعت بقى تديني الف برضو. هيبقى الصفر مع الصفر، و الباء بايه؟ باتنين، والاربعة يبقى 4 و2، تاني كده مش الاربعة ديت بتساوي جذر تربيعي لباء، ده كده معكوس، يبقى المفروض هنا 2 وهنا 4، لأن جذر التربيع لدي يديني ألف، يبقى ده مش تبع الإيه؟ العين. طيب لو أنا خدت الـ4 مع 16 برضو نفس الكلام، أنا عايز آخد عنصر التاني اللي في المسقط التاني، هجيب له الجذر التربيعي يديني الأول، ففي المجموعة دي مش هتلاقي. لو خدت الجذر التربيعي للأربعة بيديني اتنين، مش موجودة هنا. جذر التربيع للاتنين هو جذر اتنين، جذر التربيع للصفر هو صفر، مفيش إلا المجموعة دي بس، هي عين اتنين. يبقى ايه؟ عين اتنين ليست دالة، لأن مفيش إلا عنصر واحد هو الصفر وصفر، وده ما بيطلعش كل العناصر كمسقط أول مرة واحدة. السؤال اللي بعد كده، عين تلاتة، قاعدتها بتقول ايه؟ نص ألف بيساوي باء. طب ادي الألف نصها يساوي باء، انا هاخد عين تلاتة بيساوي نص الصفر، صفر صفر وصفر، ماشي. نص الأربعة اتنين، يبقى 4 و2، تاخد نص الألف يديك باء، نص الأربعة اتنين. طب 16 والأربعة نص، 16 8،
ما هيش 4، نص 16 8، هات نص 0 هو 0، نص 4 2، نص 16 8 مش 4. يبقى العنصرين دول بس، دي عين 3 برضو ليست، عين 3 ليست دالة. السؤال اللي بعد كده، إذا كانت عين علاقة على مجموعة الأعداد الطبيعية ط، حيث ألف عن باء تعني ألف في باء ب12، لكل ألف تنتمي لط وباء تنتمي لط. إذا كانت سين عين 4 فأوجد قيمة سين، جيم 29 44. احنا قلنا إن ألف، القاعدة بتاعتنا ألف في ب بتساوي 12، و س تنتمي لط وص تنتمي لط. يبقى ايه الاعداد اللي هتضربها في نفسها تدي ايه ال 12؟ هتجد هي مين بقى؟ هتجد ان هي عين، يبقى عين بتساوي الاعداد 1 و12 و2 و6 و3 و4 و12 و1 طبعا و6 و1. طيب ايه هو المطلوب؟ اذا كانت دي، فاذا كانت س عين 4 فاوجد قيمة س بقى. ممكن س عين 4 يبقى س بكام؟ يبقى س بتساوي 3، مش 3 في 4 ب12. طيب التاني ص عين 3 ص، ص عين 3 ص، مش ده بيفيد ب12؟ ص في 3 ص بتساوي 12، يعني 3 ص تربيع بتساوي 12، يعني ص تربيع بتساوي 12 على 3 في 4، يبقى ص بتساوي زائد أو ناقص 2. طبعا هناخد الموجب لأن احنا بنشتغل على ط، ص بتساوي 2. السؤال اللي بعد كده، إذا كانت عين علاقة على مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة ح موجب، حيث س عين ص تعني إن ص تربيع بتساوي 2 س، لكل س تنتمي لح موجب وص تنتمي لح موجب، وكان كل من الأزواج المرتبة التالية ينتمي لبيان عين أ اللي هي الأزواج دي، أعوز أ وب وجيم ود. جيم 30، عندنا القاعدة بتاعتنا ص تربيع بتساوي 2 س، احنا نشتغل على ح موجب. عندك أ و 2 و 2 على 9 و ب و ج و 3 و9 على 32 ودال، كل دي أزواج تنتمي لح. عاوز أجيب قيمة أ وباء وجيم ودال. طيب هنا عندنا أ اللي هي مين؟ السين، تبقى ص تربيع اللي هي باتنين، يبقى 2 تربيع. نوكل بما أن ص تربيع بتساوي 2 س، تمام. هناخد الزوج الأول، بما أن أ و 2 تنتمي لح لعين اللي هو البيان العلاقة يعني. طيب إذن نعوض بقى، أ اللي هي مين؟ السين، والصاد اللي هي 2، 2 في 2 4 بتساوي 2 في أ، يعني أ بتساوي 4 على 2 ف على 2. طيب تاني نعوض نفس الكلام، هنا الألف بإيه؟ الصاد بإيه؟ صاد تربيع اللي هي ب تربيع بتساوي 2 في س بكام؟ ب2 على 9، 2
اتنين في اتنين بأربعة على تسعة، يبقى باء بتساوي زائد أو ناقص جذر تسعة أربعة على تسعة اللي هي اتنين على تلاتة. احنا بنشتغل على حاء موجب، يبقى إذا باء بتساوي اتنين على تلاتة اللي هي بتساوي واحد ونص. السؤال اللي بعد كده جيم وتلاتة، طيب ألف بقى الصاد اللي هي تلاتة في تلاتة بتسعة، السين اللي هي جيم بتساوي اتنين في جيم يعني اتنين، يعني جيم بتساوي تسعة على اتنين بتساوي أربعة ونص اللي هي جيم. لسه دي دال بكام؟ دال اللي هي الصاد دال في دال بدال تربيع، نطبق القاعدة دي، صاد صاد تربيع اللي هي الدال بدال تربيع بتساوي اتنين في سين، سين بكام؟ تسعة على اتنين وتلاتين، تسعة على اتنين وتلاتين على دي فستاشر بتساوي تسعة على ستاشر، دي اللي هي دال تربيع، تبقى دال بتساوي زائد أو ناقص تلاتة على تمانية على أربعة. يعني دال هناخد بس الموجبة لأن احنا بنشتغل على الأعداد الصحيحة الموجبة. بعد كده نشوف سؤال رقم 31، إذا كانت س ج 31 صفحة 44، إذا كانت س بتساوي واحد صفر ناقص واحد، وكانت عين واحد علاقة المعكوس الجمعي، يبقى نجيب عين واحد علاقة المعكوس الجمعي، يعني ناخد واحد ومعكوسه الجمعي اللي هو ناقص واحد، هل هو موجود في الدالة؟ اه ناقص واحد، يبقى ده صح، صفر معكوسه الجمعي صفر، طب الواحد سالب واحد معكوسها الجمعي واحد، دي عين واحد. طيب بعد كده مطلوب بيقول كمان وعين اتنين علاقة المعكوس الضربي على سين كل شول على نفس المجموعة، معكوس الضرب بنجيب عين اتنين معكوس الضرب اللي هو بتاخد العدد تقسمه هتخليه مقام للواحد، يعني هناخد الواحد دي نخليها مقام لواحد، يبقى واحد ومقامها واحد، الصفر هتبقى مقام الواحد، واحد على صفر ما ينفعش اقسم على الصفر، تالت صفر ملوش معكوس ضربي، الناقص واحد على الواحد برضو بتدي ناقص واحد، يبقى ناقص واحد وناقص واحد اتنين بس عنصرين. بعد ما جبنا الكلام ده بقول أوجد عين بتساوي عين واحد تقاطع عين اتنين، وهل عين تمثل دالة على س؟ طيب أدي عين واحد وده عين اتنين، في عندك عناصر مشتركة، دي واحد وناقص واحد، هنا واحد واحد، ناقص واحد ناقص واحد، مفيش عناصر مشتركة بيساوي في بعض، يبقى إذا عين ليست دالة. سؤال بعد كده السؤال 32، بيقول ايه السؤال 32؟ اذا كانت س بتساوي واحد اتنين تلاتة، ص بتساوي تلتاشر واحد وتلاتين، خمسة وستين وتلاتة وعشرين، وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث ألف عين، تعني أن ألف رقم من أرقام، ألف رقم من أرقام العدد باء، أيوة، يبقى اللي أنا هاخد يبقى نجيب عين بتساوي، وأنا هاخد واحد يبقى لازم الواحد دي يكون موجود في باء من أرقامه، يعني يبقى واحد زي تلتاشر، واحد زي وواحد وتلاتين، لكن الواحد مش موجودة في الخمسة وستين ولا التلاتة وعشرين، خلاص كده الواحد اتنين مش موجودة إلا في تلاتة وعشرين، يبقى اتنين في تلاتة وعشرين، طب التلاتة موجودة في تلاتة موجودة في تلتاشر، وموجودة كمان في تلاتة
31 وموجودة في 23، بس كده. طيب تلاحظ ان التلاتة ظهرت كمسقط اول اكثر من مرة، وبالتالي هي ليست دالة. اكتب بين عين ومثله بمخطط سهمي، تمثيل بقى سهولك تمثله. بين ايا مما يلي صوب مع ذكر السبب. الاتنين، بقول الاتنين علاقة، الاتنين علاقة على 65، طبعا دي خطأ لان ما في الاتنين مش من موجودة من هنا. الواحد دي صح، تلاتة موجودة، 13. اكتب بطريقة السرد ميم صاد 23 وصاد 23. طيب هتبقى ايه؟ 2 و23 و3 و23. ان شاء الله سوف نكمل في مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.